يو. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اوكي انا هدخل في الموضوع على طول علشان انا عارف ان دلوقتي في ناس بتتفرج على الفيديو ده وهم في حاله ياس مش طبيعيه. ايوه بكلمك انت اللي عندك امتحان بكره وعندك امتحان بعد كام ساعه، القصدي عليك انت حالتك صعبه خلاص، فقدت الامل ودلوقتي قاعد على اليوتيوب بتدور على اي حاجه ممكن تساعدك. فمن دلوقتي انا هكون صريح معاك، وارد جدا ان الفيديو ده مش هيساعدك في اي حاجه. فعلشان انا عارف الحاله اللي انت موجود فيها دلوقتي وعارف ان انت ما عندكش اي وقت تاني تضيعه، بقولك من دلوقتي اقفل الفيديو، اعمل لايك على الفيديو قبل ما تقفله، ولكن اقفل الفيديو وروح الحق لك في الكام ساعه اللي متبقيه لك دي، اقفش لك اي حاجه في المنهج عشان تعرف تكتبها في الامتحان. وعامه انت ممكن تبقى تعمل بوك مارك للفيديو ده بعد ما تخلص الامتحان بتاعك، تعالى واتفرج على الفيديو ده واسمع الكلام اللي ممكن يفيدك في الامتحان الجاي. ودلوقتي انا وضحت النقطه دي، مفيش اي استعجال دلوقتي، فانا هتكلم براحتي. واظن من دلوقتي وانتم شايفين وقت الفيديو قد ايه، انا فعلا بتكلم براحتي عشان الموضوع ما ينفعش فيه اي استعجال خالص. ليه انا هتكلم براحتي في الفيديو ده؟ علشان الطريقة اللي أنا هقول لكم عليها هي الطريقة اللي أنا استخدمتها طول حياتي الدراسية لما كنت فعلا عاوز أجيب مجاميع عالية، تمام؟ ولما استخدمتها لمدة طويلة عمالة بتظبط معايا ودايما بطلع بالنتيجة اللي أنا عاوزها. فعلشان كده أنا مش عاوز أكروت خالص وأنا بقول لكم على السر أو الطريقة اللي أنا بستخدمها طول حياتي، بتكلم براحتي. وكمان عشان انا لازم اكون واضح في كل كلمه انا بقولها، فلو الموضوع يهمك اتفرج على الفيديو لحد الاخر، تمام؟ وما تقعدش تقدم حتت في الفيديو لان ممكن في حاجه هقولها تفلت منك فما تفهمش الحاجات اللي انا هقولها بعدين. فاهدى، خلي عندك شويه صبر واتفرج على الفيديو للاخر. من البدايه بقول لك دي مش حاجه خرافيه ولا ان هي خلطه سحريه ولا حتى حاجه خزعبليه، هي مجرد لايف هاكس تقدر من خلالها تنجح في الامتحان بتاعك باقل وقت ممكن. لدرجة ان انا ممكن اقوله بدون اي مبالغة ان انت لو معاك يوم واحد بس تقدر تهضم المادة كلها. ومن دلوقتي اوضح لكم كام حاجة انا بقولها، ركزوا في الكلام اللي انا بقوله، انا بقول تضمن النجاح. اوكي انا ما بقولش ان انا اضمن لك ان انت هتجيب فوق 90%، لا انا بضمن لك النجاح. لو انت عاوز تجيب فوق 90% الموضوع عندك انت، انت اللي كنت لازم تبدا بدري شويه. ده لو انت هتمشي بالطريقه بتاعتي، وبالطريقه بتاعتي بدري شويه ده يعتبر ايه؟ 5 ايام لاسبوع. 5 ايام لاسبوع تضمن لك فوق 90. وحاجه صغيره لازم تكون فاهمها يا صديقي، لو انت فاكر ان انا هقول لك على طريقه غش الناس مش عارفاها انت ممكن تقفل الفيديو دلوقتي، لان انا ضد الغش. اسوأ طريق ممكن تاخده علشان تنجح في الامتحان هو الغش. ودلوقتي بعد ما وضحت كل الكلام ده، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وانشروا الفيديو على قد ما تقدروا، ويلا بينا نبدا. في الجزء ده من الفيديو انا هقول لكم انا ليه بعمل الفيديو ده، ايه هي الكريدنشلز بتاعتي عشان اقول الكلام اللي انا بقوله، وايه كمان اللي ممكن تتوقعوه وممكن تستفيدوه من الفيديو ده. رقم واحد، انا بعمل الفيديو ده علشان انا اتخنقت من الفيديوهات بتاعت ازاي تذاكر، اهم نصايح للمذاكره علشان تجيب الدرجات النهائيه. قبل ما تبدا مذاكره لازم تحط لنفسك اهداف، خلي جنبك على الترابيزه سناك، كل نص ساعه لازم تقوم تتحرك عشان البلد فلو. هل انتوا عارفين ان كل المعلومات دي متاخده من ويكي هاو؟ ايوه ويكي هاو ده المصدر بتاعك. انا بكره الفيديوهات دي جدا، واللي بيعملوها يعني بيبينوا نفسهم ان هم فاهمين وهم بيقولوا اكتر حاجات بديهيه في العالم. وبس عشان اكون واضح، انا ما بقصدش شخص بعينه، انا بتكلم عليهم كلهم اللي عملوا نوعيه الفيديوهات دي. لو انت بتحب الحاجه اللي انت بتدرسها انت مش محتاج تيجي تتفرج على الفيديوهات دي، انت لو فعلا بتحبها انت هتذاكرها لوحدك. ولكن انا اعلم انك تعلم اني اعلم، تمام، ان كل الناس بتقعد تذاكر عشان في الاخر تروح بس تجيب الدرجه الحلوه وتمشي، ودي حاجه انا مش شايفها غلط من الشخص ذات نفسه، انا شايفه غلط في النظام بتاع التعليم. بس هتعمل ايه؟ انا بحب العلم، بحب ان انا اتعلم حاجه جديده، ولكن لو انت هتتعلم حاجه غصب عنك، الشيء اللي انت ممكن تكون متأكد منه ان بعد ما تخلصها بعد الامتحان هتنساها. فكل اللي انا بقدمه لك هي الطريقة اللي تقدر من خلالها تعدي بشكل حلو، بس لان في الحالتين هتنساها. This is some real talk دلوقتي. رقم 2، ايه هي المؤهلات بتاعتي، الحاجات يعني اللي ايه مخلياني اقف كده هو اتكلم بكل ثقه على ان الميثود بتاعي هيشتغل والكلام ده كله، تمام. ثانويه عامه انا كنت علمي رياضه وجبت 94%، دخلت جامعه واتخرجت في المعاد بتاعي واتخرجت بما يعادل جيد جدا. I can speak English very comfortably and I don't have to worry about hiding an accent. Actually I don't mind having an accent, I just don't think about it and I don't have to think a lot before speaking in English.
I just do. واتشي نونا ماي واما فمودو ديس دوزو روشكو نغاشي مس واتشي واني هونغو جو او هناشي مسو. Sonogo. Ahora también puedo hablar en español, pero esto es otra historia. En el futuro va a entender. واللغة العربية هي لغة الأم. وأيوة أنت ممكن يعني. لو ده يعني معناه أي حاجة ليكم يعني مع إنه ملوش أي دعوة لا بذكاء ولا أي حاجة. أبراندند المخار. سوي المخار. ورقم 3 وأسف جدا على الإطالة ولكن زي ما قلت لكم الفيديو ده عاوز منكم شوية صبر عشان فعلا تفهموا كل حاجة أنا بقولها. دلوقتي في رقم 3 خلينا أقول لكم إيه اللي أنتم ممكن تستفيدوه من الفيديو ده وإيه اللي أنا يعني مش هعرف أفيدكم فيه بأي حاجة. طب الجدول أحطه فيه، خلي الجدول هنا أهو، أدي الجدول. بوم، أدي الجدول. تجيب درجة حلوة في الامتحان، تجيب الدرجة النهائية في الامتحان. هتشتغل شوية وممكن تتعب ولكن ده غلطك أنت عشان أنت استنيت لحد آخر لحظة عشان تذاكر. تهدم المنهج كله قبل الامتحان بساعتين. لا، هتنسى كل الحاجات اللي انت اخدتها في المنهج بعد الامتحان ممكن بيوم او يومين. ومن الناحيه الثانيه يعني هنا ما فيش اي حاجه لان ده اللي بيحصل. حتى لو انت كنت اكتر واحد بتذاكر من اول يوم في المدرسه، لو انت مش حابب الماده زي ما قلنا بعد ما تخلص السنه الدراسيه دي هتنسى الحاجات اللي انت اتعلمتها. واخر حاجه عايز اقولها لكم ان هو ده النظام بتاعي اللي انا بحب اسميه نظام الكرانش. يلا بينا. الخطوة الأولى والحاجة دي بتشتغل مع كل المواد تمام ما عدا اثنين بس، العربي والإنجليزي، لأن دول لغات والموضوع مع اللغات بيبقى مختلف شوية. بس غير عنهم بقى كل المواد هيمشي معهم نفس النظام ده اللي هو النظام بتاع ان انت تعرف ايه اللي هيجي في الامتحان. لأن انت لو عارف ايه اللي هيجي في الامتحان، لو انت معاك الأسئلة يبقى انت كده عديت المادة خلاص. لازم تعرف ايه الاسئله اللي هتيجي في الامتحان، وبكده انت تكون بتمشي على النظام اللي انا مشيت عليه طول حياتي الدراسيه. وانت ازاي هتعرف الموضوع ده؟ كلمه مفتاحيه واحده لازم تخليها في دماغك، المعايير. عشان نكون فاهمين، كل الامتحانات اللي موجوده في العالم بتكون مصممه علشان الطالب اللي يدوبك كان بيحضر وعدى على الماده كده اهو مرور الكرام قال لها سلام عليكم. الامتحانات دي متصممه علشان الطالب ده ينجح. بمعنى تاني 60% من الاسئله اللي موجوده في الامتحان بتكون اسئله سهله جدا اي حد يقدر يحلهم، 30% من الاسئله اللي موجوده في الامتحان بتكون اسئله صعبه شويه، و10% بس بتكون هي الاسئله اللي معموله علشان يفرقوا ما بين الطالب اللي ذاكر قوي وبين الطالب اللي ما بيذاكرش اي حاجه. الغلط بقى اللي الناس دايما بتقع فيه ايه هو؟ ان الشخص اللي ما بيذاكرش كتير الا بس قبل الامتحان بكام يوم كده اهو، اول لما يبدا يتوتر يروح على طول يذاكر الحاجات الصعبه جدا اللي هي في الامتحان بيجي منها قد ايه؟ 10% بس، تمام؟ وبيسيب ال 60% السهل. فلازم لو انت في حاله الكرانش وما عندكش اي وقت تنقل تفكيرك على طول لل 60% السهل، اضمن دول، وبعدين لو عندك شويه وقت زياده روح للحاجات الصعبه. بس هدفك الاول والاخير في الوقت الحاله اللي انت فيها دلوقتي روح ذاكر الحاجات السهله، لان الحاجات السهله بيجي عليها اسئله كتير. طب سؤال دلوقتي، لو انت واحد مش مذاكر اي حاجه، منين هتعرف تفرق ما بين الحاجات الصعبه جدا والحاجات السهله؟ هعرف اطلعهم منين؟ زي ما انا لسه قايل من شويه، المعايير. في اي كتاب بتاع مدرسه في العالم كله، ولو حتى انت في الجامعه وما عندكش كتب هتلاقي في السلايدات موجود الكلام ده. المنهج بيكون متقسم لوحدات، الوحده الاولى، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه الى اخره. جوه كل وحده عندك المعايير. المعايير دي بقى يا صديقي هي الحاجه اللي بيجي منها الاسئله. مثلا بروخيم في كتاب الفيزياء انت عندك الدرس بتاع قانون الجذب العام لنيوتن، تمام؟ وفي الدرس عندك مسألة، والمسألة دي انت بتستخدم فيها قانون الثاني للحركة بتاع نيوتن، تمام؟ بس انت بتستخدم القانون ده عشان يشرح لك حاجة في الدرس. او مثلا في الدرس بتاع قانون الجذب العام لنيوتن، تمام؟ في جزء كامل من الدرس كده هو بيعرفك انت منين جبت الثابت اللي انت بتستخدمه في القانون بتاع الجذب العام. الحاجة بقى اللي انت لازم تاخد بالك منها ان كل الدوشة اللي موجودة قدامك دي مش مهمة، دي مش معايير. المعيار الواحد اللي عندك هو قانون الجذب العام لنيوتن بس، هو ده بس اللي هيجي عليها أسئلة. الحاجات التانية لو هي مش معيار 100% مش هيجي عليها أسئلة، استحالة. كل وحدة فيها دروس وكل درس ليه معايير، تمام؟ ممكن يكون الدرس كبير جدا يجي 15 صفحة، ولكن انت لو ركزت هتلاقي ان الدرس ده معيار واحد. يعني ايه؟ يعني في الامتحان هيجي منه سؤال واحد بس. شفت ازاي؟ يا لهوي.
وممكن على فكرة من الناحية التانية يكون درس صغير جدا بس عليه 5 معايير. ليه؟ لان الدرس الصغير جدا ده بيكون الدرس السهل وعليه معايير كتيرة، علشان زي ما قلنا في الامتحان بتيجي اسئلة سهلة كتيرة. فهمت الغلط اللي انا لسه قايل عليه للناس دايما بتعمله؟ الناس بتروح للدرس الصعب جدا كده هو من غير ما تعرف ان هو عليه معيار واحد، يعني اخره سؤال واحد بس اللي هيجي عليه في الامتحان، وبيسيبوا الدرس السهل جدا اللي عليه معايير كتيرة وهيجي عليه اسئلة كتيرة في الامتحان، فبيلهوا نفسهم بالحاجة الصعبة دي، بيضيعوا وقتهم عليها، والحاجة السهلة موجودة قدامها. دايما اصعب اسئلة في الامتحان بتيجي على الدروس اللي ما فيهاش معايير كتير. مرة تانية هعيد لحسن تكونوا ضعتوا مني ولا حاجة. ايه هي المعايير؟ المعايير هي الحاجات اللي لازم الطالب يعني يوصل لها كده هو علشان يقدر يعديها وينتقل الى المرحلة الدراسية التالية. لازم في الامتحان يجي سؤال على كل معيار موجود في المنهج، الا في حالة ان في حاجات اتلغت من المنهج، ولما تكون في حاجة اتلغت من المنهج الأستاذ أو الدكتور بتاعك غصب عنه لازم يقولك إن المعيار كذا وكذا مش هيجوا في الامتحان، أو يعني إحنا لغينا من وحدة كذا لوحدة كذا. أنت ممكن تعيد الجزء اللي فات اللي أنا لسه قايله ده أكتر من مرة عشان بجد أنت لازم تفهمه، عشان اللي أنا قلته ده هو الفاونديشن لكل حاجة أنا هقولها تاني بعد كده. الفكرة كلها إن أنت أول لما تفهم إزاي الامتحانات بتتعمل خلاص أنت بعد كده اللي قدام عندك مجرد إن تقفش الأسئلة تحفظها تدخل الامتحان تجيب الدرجة وتروح. ده هيساعدك جدا عشان تفهم كل الكلام اللي جاي. وبس في حاجة مهمة لازم أوضحها، الناس اللي بتحط الامتحانات، الدكتور اللي بيحط الامتحان ولا الأستاذ اللي بيحط الامتحان ما بيكرهش الطالب، تمام؟ مفيش أي دكتور أو أي أستاذ عاوز يسقط الطلاب، مفيش مؤامرة كونية بتحصل كده هو بس عشان يحطوا امتحان صعب، مفيش حاجة اسمها امتحان صعب، هي مجرد قوانين وهم لازم يطبقوا القوانين دي في عمل الامتحان. كل بقى اللي أنا عاوز أوصله لك إن أنا عاوزك تفهم القوانين اللي على أساسها بيتحط الامتحان، لأن من فهمك للحاجات دي يا معلم هتقدر تتوقع إيه بالظبط الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان، علشان زي ما قلت معظم الامتحانات متصممة علشان الأغلبية ينجحوا. Next part. بعد ما فهمت اللعبة بتاعت المعايير نروح دلوقتي للحاجة التانية أو الحاجتين، وهما من دلوقتي من اللحظة دي انت لازم تعتبرهم البست فريندز بتوعك، وهما الامتحانات السابقة تمرينات. الدكاترة اللي بيحط الامتحانات مش كرياتيف قوي بصراحة. لو معاك الامتحانات السابقة بتاعت المادة بتاعت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها انت ممكن تضمن 100% ان انت خلاص هتعدي المادة، خلاص مش عايز لها سؤال. لو انت معاك الامتحانات بتاعت السنة اللي فاتت واللي قبلها كل اللي عليك تعمله هتصورهم هما الاثنين 3 نسخ، تمام؟ هتحل اول نسخة وانت فاتح المنهج على ايدك اليمين كده هو عمال بتنقل الاجابات، تاني مرة هتحله لوحدك شوية بس هتقعد ايه تنقل من الحاجات اللي انت نسيتها، تالت مرة حله لوحدك كامل، تمام؟ واللي انت بتعمله هنا بكل بساطة ان انت بتحفظ طريقة الاسئلة دي علشان من غير اي مبالغة نفسهم هيجوا في الامتحان. ايه الحاجات المختلفة اللي ممكن تحصل في الامتحان بتاع السنة الجديدة اللي انت فيها؟ هيغيروا الارقام هنا شوية، مثلا في الامتحان بتاع السنة اللي فاتت كان الاجابة، يعني دلوقتي بقى في السنة دي هيخلوا الاجابة هي السؤال والسؤال بتاع السنة اللي فاتت هيبقى هو الاجابة، فانت اوريدي حليته 3 مرات فخلاص هو ثبت في دماغك. ولو انت عاوز تتأكد من الميثود اللي انا لسه قايل عليه الميثود بتاع المعايير، لو انت معاك امتحان سابق لاي مادة جيب الامتحان وافتح المنهج الناحية التانية شوف المعايير بتاعة المنهج، هتلاقي ان المعيار هنا سؤال عليه هنا هو. That's it. نفترض ان انت ما عندكش امتحانات سابقة للمادة دي، تمام؟ مفيش مشكلة، هنروح للبست فريند التاني بتاعك اللي هو التمارين. كل نص ساعة لازم تقوم تتحرك عشان البلد فلو. ايه بقى التمارين اللي انا قصدي عليها؟ هقولك حاجة، لما انت تاخد درس رياضيات او تاخد درس فيزياء او اي حاجة من الكلام ده، تمام؟ دايما الدكتور او الاستاذ في اول يوم في الدرس ده اول مرة تدخلوا في الدرس ده في البداية بيتكلمكم شوية وبعدين بيقوم كاتب المسألة اللي انت بتكونش فاهم منها اي حاجة، بس بعدين تكتشف ان هي اسهل مسألة في المنهج ده كله، تمام؟ هو ليه بيكتب المسألة دي؟ بكل بساطة دي فايدتها تعرفك الأسئلة اللي بتيجي على الجزء ده من المنهج بتيجي شكلها عاملة ازاي، وهي دي الفايدة بتاعت التمارين. أي سؤال كتبته في المحاضرة، أي تمرين موجود في الكتاب بتاعك، دي هي بتعرفك كده هو إن بصلي بصلي أنا هنا هو في الامتحان هيجي حاجة شبهي بالظبط، ركز هنا هو. في حالة فريدة من نوعها شوية، لو أنت مثلا تاخد كورس فلسفة، تمام؟ مادة زي الفلسفة كده هو صعب إن أنت تقدر تتوقع الأسئلة اللي بتيجي عليها عاملة ازاي،
الا لو انت عندك امتحانات سابقه. بس في الحاله دي انت ما عندكش امتحانات سابقه، ايه اللي تعمله هنا يا معلم؟ تروح لاي مراجعات، اي اسئله، اي تمارين، تمام، وتلعب اللعبه بتاعه المعايير. اول لما تقفش المعيار بتاع الدرس ده انت ذات نفسك حط اسئله. الموضوع مش روكيت ساينس بجد، الموضوع بسيط جدا. لو انت كنت الدكتور وانت دلوقتي معاك الجزء ده من المنهج، لو انت هتحط سؤال زي ده في الامتحان هتحطه ازاي بالظبط؟ بالظبط السؤال الخيالي اللي انت عملته كده هو، في حالة لو انت كنت الدكتور وانت اللي هتحط الامتحان للمادة دي، احفظ السؤال اللي انت عملته واحفظ اجابته، وهو ده اللي هيجي في الامتحان. سيريسي تمام اعزائي المشاهدين، بس عشان نكمل شرح زياده في فكره المعايير وايه اللي انت ممكن تتوقعوه، انا دخلت على النت وعملت داونلود لكتب من مدارس مكانين مختلفين تماما. عندنا كتاب رياضيات تانية ثانوي، منين ده يا ربي؟ على ما اعتقد ان ده منهج الكويت، تمام. كتاب دراسات اجتماعيه من فلسطين، تمام. هندخل في الاثنين، هوريكم فكرة المعايير وازاي تقدر تطلع اسئلة من كل منها. الكلام ده ينطبق نفس الموضوع لو انت في الجامعة، لو انت عندكش كتاب للمادة اللي انت بتاخدها في الجامعة، نفس الموضوع مع السلايدات او الشرائح اللي انت بتاخدها في المحاضرة برضو هيكون فيها معايير. خلينا نبدأ بمادة الدراسات الاجتماعية، لان زي ما قلنا المواد اللي لها دعوة بالادبي بتكون اصعب شوية ان انت تطلع المعايير بتاعتها وان انت تجيب الاسئلة بتاعتها. فادي هو قدامنا ادي الكتاب عادي جدا، وانا ولا درست المادة دي ولا انا في المدرسة دي، بس هقول لكم الفكرة بتيجي ازاي. تمام، الدرس الاول موقع الوطن العربي، حلو، ادي الدرس الاول. هنا هو نشوف هنا هو مفيش معايير في الكتاب ده، مش كاتبين المعايير، هوريكم ازاي بيكتبوا المعايير، بس هنا هو كاتبين حاجة تانية اللي هي تعتبر هي المعايير. احنا بس نركز في الكلمة دي، تمام، ركزوا على الكلمة دي. بكل بساطة دي هي المعايير بتاعة الدرس. ايه اللي انت المفروض تاخده من الدرس ده؟ رقم واحد، تعريف مفهوم الوطن العربي، هيجي سؤال في الامتحان عن تعريف مفهوم الوطن العربي، خلاص. رقم اتنين، تحديد الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي، تمام، هيجي سؤال برضو على ده. تصنيف الدول العربية حسب موقعها، هيجي سؤال على ده. وذكر مساحة الوطن العربي، هيجي سؤال على ده. اي معلومات تانية في الدرس ده ملهاش دعوة بالاربعة دول، لو انت في حالة مذاكرة ما عندكش وقت كتير ممكن تتجاهلها. بمعنى تاني، انت ما عندكش اسئلة لامتحانات سابقة، ما عندكش تمرينات كتيرة، اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتحاول تخترع اسئلة انت اللي هتألفها، ولكن الاسئلة بتاعتك حط نفسك كده مكان الدكتور او مكان الاستاذ اللي بيحط الامتحان، وانت لازم اللي مبعوت لك من الوزارة كده هو بتقول لك حطي لي سؤال ليه دعوة بتعريف مفهوم الوطن العربي. خلينا نروح لمفهوم الوطن العربي، مكتوب هنا هو، انا تعلمت الوطن العربي هو المنطقة الجغرافية التي تمثل موطن الأمة العربية. ادي المعلومة قدامك يا معلم، ده هو التعريف بتاع الوطن العربي. ازاي تطلع سؤال من المعلومة اللي موجودة قدامك دي؟ اسئلة كتيرة ممكن تيجي منها. احنا هنا في مادة اجتماعيات، سؤال صح وغلط من نوعية السؤال اللي هو صح وغلط، واكتب ايه هي الحاجة الصح لو الإجابة غلط. فانت السؤال اللي انت ممكن تعمله، الوطن العربي هو المنطقة الجغرافية التي تمثل موطن الأمة الإسلامية، صح ولا غلط؟ اكيد غلط. وايه الصح؟ الأمة العربية. انت كده اخترعت سؤال، ايوه السؤال يبان ان هو تافه جدا، بس ان انت تكون فهمت ان ده معيار وان على القطعة دي هيجي عليها سؤال في الامتحان، خلاص انت كل اللي انت عليك تعمله اخترع سؤال واحفظ السؤال اللي انت عملته والاجابة بتاعته. السؤال ممكن يكون ببساطة ان عرف الوطن العربي، ماشي، بس ادي لنفسك شوية تحدي، اخترع لك سؤال كده هو. بس الفكرة ان اللي انت تطلع منه ان انت تطلع بالمعلومه دي، ان انت تكون عارف ايه هو التعريف. ايه الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا في المعايير بتاعه الدرس ده؟ تحديد الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي، دور على المعلومه دي. الاجابه بتاعتك يا معلم اهي، يمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض 2 جنوب خط الاستواء و 37.5 شمال خط الاستواء، تمام، وخطي طول 17 غرب و 60 شرق. ده حتى في الكتاب هنا هو يعني مخلين الحاجات المهمة بخط اسود تقيل بولد، تمام، يعني اللي هو مفيش، يعني انت كده ما عندكش اي حجة، من الاخر بيقولك ده هيجي في الامتحان بكل بساطة. فدي معلومة موجودة في واحدة من المعايير اللي احنا لسه قايلين عليها. سيبك من كل الكلام ده اللي موجود في الدرس، انت المفروض تحفظ الاربع حاجات اللي متخططين بالاسود دول هم اللي هيجي عليهم سؤال. بعد كده هيتبقى عندنا معيار
معيارين، واحد هو اللي يبان صعب شويه، تصنيف الدول العربيه حسب موقعها في قارتي اسيا وافريقيا. هيكون ايه يا معلم؟ هتحفظ ان 73% موجودين في الجناح الافريقي، وان 27% موجود في الجناح الاسيوي. ادي كده المعيار الثالث اخذناه. واخر معيار موجود عندنا مساحه الوطن العربي، هتحفظ ايه هي مساحه الوطن العربي بالارقام؟ 14 مليون كيلو متر مربع. الكلام ده كله حصل في قد ايه؟ في 3 4 دقائق. انا اخذت كل الاسئله اللي هتيجي على السؤال ده، وهيجي كام سؤال على الدرس الاول اللي يعتبر من اسهل الاسئله اللي موجوده في المنهج ده، تمام؟ 4 بس احفظهم خلاص. ممكن في الكويزات وممكن في الامتحانات الصغيره في المدرسه او في الجامعه يجيب لك المعلومات دي في الامتحان، بس ما تعتمدش ان الامتحان الاخير او امتحان نهايه السنه والكلام ده هيجيبوا لك المعلومات دي. ما تخليهاش اولويه بتاعتك، خلي دايما الاولويه بتاعتك الحاجات اللي ليها دعوه بالمعايير. ناخد مثال تاني من منهج الرياضيات بتاع الكويت بتاع ثالثه ثانوي. ليميتس ماشي، تربتت كلام كتير كلام كتير، اضف الى معلوماتك. انت في الوقت ده انت ما عندكش وقت تقرا كل الكلام ده. اهو شايفين 1-1 دي، ده المعيار. الرمز ده هو المعيار. يعني ايه الرقم ده؟ تمام، ده هو المعيار. ده بالظبط اسهل طريقه تفهموا منها المعيار. 1 الوحده الاولى، تمام، داش 1 الحاجه اللي الطالب ده لازم يكون عارفها من الدرس ده. بمعنى تاني ان في الامتحان هيكون في سؤال على المعيار 1-1. هتعمل قراءه سريعه جدا للدرس ده، وبعدين لحد ما اول لما تقابلك مساله اعرف ان المساله دي، تمام، لازم تيجي في الامتحان. ليه؟ لان هي معيار، وايه المعيار بتاعها؟ 1-1. في مسائل تانية وفي تمرينات تانية، تمام، مش غلط، حلو جدا حلو جدا، بس هتلاقي ان كل المسائل دي متشابهة جدا، تمام. فانت اللي عليك تعمله ان انت يعني حاول تاخد اصعب واحدة فيهم. ليه؟ لان كلهم في معيار واحد. اول لما تاخد اصعب واحدة فيهم دي اللي انت تحفظها. لو انت عارف ازاي تحلها بشكل مستريح، يبقى انت تضمن ان انت حطيت المعيار ده في جيبك، وما تفضلش قاعد هنا هو وقت كتير. ان انت لازم تمشي وتتنقل للحاجة التانية اللي موجودة معاك هنا هو. وبعد ما تنزل تحت شويتين كده دخلنا في المعيار التاني، 1-2. ده كده هو المعيار التاني. يعني ايه ده المعيار التاني؟ يعني اكتب سؤال من الاسئلة اللي هتيجي فوق، او اكتب سؤالين ثلاثة احفظهم، بعدين دلوقتي تروح للمعيار التاني. هيجي سؤال على الدرس ده 100%، تفهم ايه المغزى من الدرس ده، هم عايزين منك ايه. دور على السؤال اللي انت تطلع منه بالحاجات دي. السؤال اللي انت لو حليته تقدر تقول ان انت عرفت الحاجات دي، ده السؤال اللي هيجيلك في الامتحان. نفس الموضوع مع منهج الفيزياء، نفس الموضوع مع منهج الكيمياء. اقفش المعيار، اعرف ايه الحاجات اللي متطلبة منك عشان تكون عديت المعيار ده. السؤال اللي انت تطلعه من المعيار ده وتقدر تقول من نفسك ان ايوه انا عملت الحاجات اللي المعيار ده بيقول ان انا المفروض اكون عملتها، كده خلاص ده السؤال ده اعرف ان هو جاي في الامتحان. اي اسئله تانيه بتوضح لك، اي شرح بيوديك ناحيه تانيه كده هو عشان يقول لك ان ازاي دي حصلت، سيبك منه، مالكش دعوه بيه. اعرف بس الحاجه اللي الدرس طالبها منك. ولو عندك امتحانات سابقه زي ما قلنا الامتحانات هي البست فريند بتاعتك، تمام، جيب الامتحان السابق، افتح السؤال، تمام، عشان تتاكد بالظبط كل معيار هيجي عليه كام سؤال. ادخل على طول في الاختياري، تمام، شوف كام سؤال اختياري جه على المعيار 1-1. هتلاقي 2-3 في الاسئله الاختياري جت على المعيار 1-1، يبقى ده اللي انت تتاكد منه. حل لك بس تمرينين 3 على المعيار 1-1، بعدين كمل في الامتحان السابق اللي موجود عندك، واقعد قارن الامتحان السابق بالمعايير اللي موجوده معاك، وعليه تقدر انت بقى تخترع او تتوقع اسئله جديده، تمام، ما جاتش في الامتحان ده ولكن بتطابق نفس المعيار. وبكده بقى معاك المفتاح، هتقلل الحاجات اللي موجوده قدامك اللي انت لازم تذاكرها او لازم تحفظها، وتسيب كل الدوشه التانيه اللي موجوده اللي بس يعني ايوه هتكون حلوه ان انت تقعد تذاكرها كده عشان تفهم الكلام اللي انت بتحله، بس في الوقت اللي احنا فيه زي ما قلنا في حاله الكرانش دي احنا معناش الوقت ده. وبكل بساطه هي دي فكره المعايير. ودلوقتي يا اعزائي المشاهدين نروح لاخر خطوه. دلوقتي انت معاك الاسئله، معاك الأسئلة اللي لو قدرت تحفظهم تضمن 60% من الامتحان، ولو انت معاك شوية وقت زيادة ممكن نقول ان انت تقدر تضمن 30% كمان. السؤال دلوقتي هو ازاي انت تقدر تحفظ الأسئلة دي خاصة في وقت قليل؟ من الآخر وبكل صراحة مفيش طريقة معينة، لان ده مش علم، الموضوع بيختلف ما بين الشخص ده والشخص ده. مفيش حاجة مدام هي بتنفع لشخص يبقى هي تنفع لكل الناس، لا مش في الحوار ده. وبرضو زود على ده ان الموضوع بيختلف على حسب الوقت اللي موجود عندك، انت ممكن يكون بس قدامك يومين، ممكن يكون بس قدامك يوم، ممكن يكون قدامك اسبوع، فيعني مفيش طريقة واحدة كده هو تمشي عليها عشان تقدر تحفظ كل الاسئلة. لو انت معاك يوم واحد خلاص انت لازم تتقبل الموضوع، روح اعمل لك القهوة ولا روح اعمل لك الحاجة اللي بتخليك صاحي، واعمل حسابك ان انت هتفضل صاحي
لحد الامتحان. لا مفيش سؤال، انت اللي غلطان، انت اللي ضيعت وقت كتير، بس هتعمل ايه؟ لازم تفضل صاحي وتتعب جدا عشان تقدر تحفظ الاسئله دي قبل الامتحان. بس الحاجه اللي احنا نكون كلنا متفقين عليها هو ان هدفك الاول والاخير ان انت تحفظ كل الاسئله اللي انت كتبتها وتحفظ اجاباتهم. انسى الكتاب، انسى المراجع، انسى كل الحاجات دي. ايوه الموضوع هيكون حلو ان انت فعلا تفهم الحاجه اللي انت عمال تحفظها، وايوه تفهم المنطق ورا انت ليه بتستخدم القانون ده في المساله دي، ولكن انت دلوقتي بتلعب في الوقت الضايع. خلاص نفترض دلوقتي ان انت خلاص انت بدات تقعد تراجع وتقعد تحفظ في الحاجات اللي انت كتبتها والاسئله اللي انت كتبتها، بس ان انت وصلت لحته كده هو ودماغك مش عارف تدخل فيها المعلومات دي، في حاجات صعبه كده هو مش عارف تحفظها. اللي انا هقوله دلوقتي، انا هقول الحاجات اللي انا بعملها، وارجع تاني واكرر مش علشان انا بعملها وبتنفع معايا ده معناه ان هي هتنفع معاك، انا بس علشان انا عارف ان في ناس هتسال السؤال ده، فانا من دلوقتي بقول لكم الحاجات اللي انا بعملها لما يكون عندي امتحان تمام، وبكون انا واخد الميثود بتاع الكرانش. دايما وانا براجع لازم اكتب الاسئله باللون الاسود والاجابات باللون الازرق، لازم دايما امضغ لبان وانت بتذاكر وانت في الامتحان امضغ لبانه بنفس الطعم تمام. ده اللي انا بعمله، وزي ما اقول لكم انا ممكن جدا جدا ان ما يكونش فيه اي تاثير حقيقي ويكون كل الكلام ده سودو ساينس، بس انا بقول لكم اللي انا بعمله انا شايفها اشتغلت معايا اكتر من مره تمام. ممكن ده يكون فعلا مجرد خرافات، بس انا بقول لكم اللي انا بعمله حاجه اتعودت عليها ظبطت معايا اكتر من مره وبتشتغل، ف اوكي ما فيهاش اي اذيه. لما يكون في قانون كده هو او مثلا مساله صعبه جدا ومش راضيه تدخل دماغك، اكتبها على ورقه باللون الازرق اكيد، واكتبها بخط كبير قوي، وهتاخد الورقة دي وتحطها في مكان ما في الغرفة بتاعتك، وكل ما توصل للمسألة دي وانت عمال بتراجع وخلاص انت برضو ناسي الحل بتاعها، تقوم من على الكرسي بتاعك وتروح للمكان اللي انت خبيت الورقة دي فيها، تطلعه وتبص على الإجابة تحطها مكانها وترجع تحل. اللي هيحصل في الامتحان بقى اول لما تلاقي السؤال ده يجيلك في الامتحان، ان انت هتغمض عينيك تعيد لعب المشهد اللي انت عملته في الاوضه بتاعتك وانت بتقوم وبتمشي وبتطلع البتاع من الدرجه والمكان اللي انت حطيت فيه الورقه، وانت هتشوفها قدامك. ده اللي بيشتغل معايا. ليه؟ لان اللي انا شايفه ان خليت الموضوع مربوط بمجرد رسمات وسيمبلز ومش الحاجه ذات نفسها، فانا بس بكتب الحاجه اللي انا بشوفها في دماغي. قبل الامتحان بساعه تسيب كل حاجه ليها دعوه بالماده، حتى لو انت متاخر، حتى لو انت كنت بس مطبق لنفس اليوم عشان تهضم الماده، قبل الامتحان بساعه اي حاجه ليها دعوه بالماده تسيبها. اللي ذاكر ذاكر خلاص، واقعد استقنيس اخر ساعه دي، مش اخر ساعه بالظبط، اخر ساعه الا خمس دقائق، اقعد استقنيس. ليه الكلام ده؟ عشان قبل ما الامتحان يبدا بخمس دقائق هترجع تفتح الحاجات الملخصات اللي انت عاملها دي او الاسئله اللي انت ملخصها، تروح لاكتر حاجه صعبه جدا بالنسبه لك، الحاجه اللي انت مش واثق ان انت يعني فاكرها او هتفتكرها في الامتحان، وتبص عليها وتقعد تكررها في دماغك، تكررها اكتر من مره اكتر من مره، واوعى تدخل اللجنه الا لما خلاص الامتحان هيبدا دلوقتي، تقعد تعيد في الحاجات اللي انت حاسس ان هي هتقع منك دي اكتر مرة. اول لما تدخل الامتحان، اول لما تمسك الورقة على طول تقوم كاتبه، يكون قانون، يكون تعريف، تكون مسألة انت حافظ السؤال بتاع المسألة وحافظ الحل بتاعها بس حاسس ان انت تنساهم، او مثلا معادلة، مش مهم، اكتب على طول في اي زاوية كده هو فرقة الامتحان اكتب، ومش مهم الكلام ده، انا بقول تعمله قبل حتى ما تبص على اي سؤال في الامتحان، دي اول حاجة تعملها اول لما تمسك الورقة. بعدين اللي انت هتعمله يا معلم، تمسك ورقة الامتحان تقراها كاملة من أول صفحة لحد آخر صفحة، تقراها كاملة. ليه الموضوع ده برضو؟ علشان في امتحانات كتيرة بيكون في أسئلة جوه الامتحان والحل بتاع الأسئلة بيكون موجود في سؤال تاني، فدي يعني درجات ببلاش. وبعد كده بعد ما تكون خلصت قراية الامتحان كله، لو انت عمال بتقرا كده وفي حاجات انت افتكرتها، حاجات انت حاسس ان انت ممكن تنساها لو فضلت قاعد شوية في الامتحان، مفيش مشكلة اكتبها على أي زاوية في الورقة، بعدين ارجع لحد أول صفحة وابدأ حل. ولازم أقرب الكاميرا دلوقتي عشان حاجة مهمة لازم أقولها، إياك تغش. الغش بلا أي منازع هو أفشل طريقة، وكل أنواعه، الغش بالبرشام، الغش من تليفونك والكلام ده كله، لا اوعى، هتضيع وقتك، هتكون قاعد متوتر مش عارف تعمل اي حاجه، ولو اتقفشت يعني هتعمل مشكله ملهاش اي لازمه، ومش هتبوظ الموضوع على نفسك بس، هتبوظه على الناس التانيه اللي عايزه تركز في الامتحان، فتجنب الموضوع ده تماما. ولكن 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 يعني سيناريو خيالي تمام، فلنفترض ان الواد مصطفى اللي هو قاعد مع الاستاذ ولا قاعد مع الدكتور طول السنه كده، هو جنبه عمال بيساله في اسئله، والواد حافظ كل حاجه في المنهج، هو اكتر واحد دحيح في الدفعه كلها كده، هو
خلص الامتحان بتاعه بدري وهو كان قايم من على الكرسي بتاعه عشان يروح يسلم الورقه بتاعته. هو كان قاعد جنبك في لجنه الامتحان وهو قايم كده هو الورقه بتاعته تقع منه على الارض، فانت بالغلط عينك راحت جايه في الورقه بتاعته كده اهو وقفشت اجابه السؤال اللي انت قاعد معصلك عليه بقالك نص ساعه. I mean maybe غير كده لا بس نعم. واخر حاجه بجد عايز اقولها لكم ان خليك قاعد على قد ما تقدر في اللجنه، مفيش اي استعجال لان انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ايوه انت خلصت الاسئله، حليت اللي تقدر عليه وكتبت الاجابات اللي انت فاكرها ولسه في وقت كتير، تمام مفيش اي مشكله، اقفل الورق بتاعتك يا معلم واقعد ريح لك شويه، مفيش حد هيغصبك ان انت تسلم ورقتك دلوقتي، لا انت لسه معاك وقت، اقفل الورقه يا معلم اقعد استريح لك شويه كده اهو، بعدين افتح الورقه تاني اقعد راجع. مفيش اي استعجال، ممكن جدا وبتحصل كتير تكون بس متبقيين اربعه في الامتحان في اخر الوقت خالص كده اهو ومفيش حد غيركم في المدرسه كلها وفي الجامعه كلها، انتوا بس اللي قاعدين، يوم داخل الدكتور بتاع الماده والمدرس بتاع الماده، ايه يا شباب ايه اللي مقعدكم كل ده؟ فانتوا ممكن كل بساطه تطلبوا منه طب يا دكتور يعني ممكن اقل حاجه تقرا لنا الامتحان، ومع قرايه الامتحان دي تمام ممكن توضح لك حاجات كتيره. ليه؟ لان بس دي حاجه برضو عايز افكركم بيها، ان الدكاتره والاساتذه مش اعداء الطلاب، بالعكس هم اكتر ناس عاوزينكم تعدوا المرحله الدراسيه دي وتروحوا للي بعدها، فيعني لو هيقدروا من عندهم يدوكم هنت صغير تلميحه صغيره كده هو بالحلال تمام، مفيش اي مساعده حلوه جدا. وبعد ما تخلص هتسلم الورقه بتاعتك تطلع واوعى تبص وراك، النتيجه بتاعتك تظهر ولا بقى تروح للدكتور تتحايل عليه ولا تقعد تسال العيال طب وانا عملت ايه طب ايه اللي غلط اللي جبت في الامتحان، خلاص اللي حصل حصل، النتيجه بتاعتك هي بالظبط الحاجه اللي انت تستحقها، قول الحمد لله وخلاص. وبعد كل ده اعزائي المشاهدين احب اقول لكم ان دي هي الطريقه الفعاله علشان فعلا تنجح في الامتحانات. وبس اعزائي المشاهدين اخيرا اخيرا عملت الفيديو ده، انا عاوز اعمله بقالي فتره زي ما قلت، يعني من الاسباب اللي مخليني عايز اعمل الفيديو ده لان بكون قاعد في اليوتيوب عادي جدا كده اهو يطلع لي في الريكومندد الفيديوهات بتاعت اسهل طرق للمذاكره انجح في الامتحان باقل طريقه ومش عارف مين، واتفرج على الكلام وانا بس بحط نفسي في الحاله اللي انا كنت فيها من 3 4 سنين لما كنت مثلا في الثانويه العامه وكنت في يعني في حاله نفسيه صعبه كده وعمال بدور على اي حاجه تساعدني، وانا عارف ان الفيديوهات دي ولا ساعدت ولا يعني صعب جدا ان هي فعلا يكون ليها تاثير على حد، فانا حبيت ان انا اقول وجهه نظري من الموضوع واكلمكم على الحاجه اللي انا فعلا كنت بستخدمها ومعايا الدليل ان هي فعلا نفعت معايا لسنين طويله جدا. يعني انا عارف ان الحاجه دي ممكن تبان سيئة ان انا بقولها، ولكن زي ما قلت الحاجة الغلط مش في الشخص ذات نفسه، الحاجة الغلط هي في النظام التعليمي ذات نفسه. انا قعدت في الجامعة 4 سنين الجامعة، انا ممكن اقول ان انا من ال4 سنين اللي قعدتهم في الجامعة كمية المذاكرة اللي انا ذاكرتها يعني بجد ما تعديش اسبوع بس، يعني مذاكرة كده هو لو اخدت كمية الوقت اللي انا قعدت اذاكر اسبوع كان المذاكرة اللي انا عملتها في طول ال4 سنين. ليه؟ علشان معظم الحاجات اللي انا كنت بدرسها كنت حاجات انا بحبها وكان سهل جدا بالنسبه لي ان انا افهمها، والحاجات التانية كانت فعلا بتحتاج مذاكره كنت بستخدم فيها الميثود بتاعي وكنت بعرف اعدي. ايوه في بعض المعلومات وقعت مني وفي بعض المعلومات لسه موجوده معايا، ولكن زي ما قلنا الغلط من النظام ذات نفسه، النظام اللي بيعتمد على حشو المعلومات ما بيعتمدش على ان يخليك فعلا تاخد المعلومات دي وتستخدمها. الحجة اللي دايما بتستخدم في الموضوع ده اللي هو بتاع قانون الرياضيات ده، كلنا عارفين قانون الرياضيات ده وكلنا حفظناه وكلنا اخدناه، قول لي انت استفدت ايه في حياتك بقانون الرياضيات ده؟ مفيش تمام. وانا واحد انا درست اعلام، مش عارف كنتوا عارفين ولا لا، بس في اعلام انا هستفيد ايه بالقانون ده؟ ايوه انت حاجه مهمه ان انت تكون عارف رياضيات، بس هي دي الفكره، ايه الحاجات اللي فعلا لازم تفهمها وهتساعدك في الحياه وايه الحاجات اللي انت بتاخدها بس حشو وبتاخد مكان في دماغك وبس بعد الامتحان بتمشي. بس ده يعني تعليق كده اهو على النظام التعليمي وده مش موضوع الفيديو ده، انا بس في الفيديو ده حبيت اتكلم معاكم عن اللايف هاك اللي انا بستخدمه علشان اقدر ادخل الامتحان اجيب الدرجه اللي انا اكون مستريح بيها وامشي بأقل وقت وبطريقة فعلاً
efficient. وبس اعزائي المشاهدين، انا عارف الفيديو ده طويل اكتر من اللازم كده هو كتير، وزي ما قلت لكم كنت عايز اتكلم براحتي في الفيديو ده. فمرة تانية عايز اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وانشروا الفيديو على قد ما تقدروا. والمره دي يعني ما بقولش انشروا الفيديو عشان الفيديو جيب فيوز كتير وكده، اهو ماشي دي حاجه انا مش هكرهها، بس الفكره ان الفيديو ده يوصل للناس اللي فعلا هيستفيدوا منه. وانا عارف ان انتوا ناس محترمه ومش هتتوصوا يعني في الحاجات دي، فمن دلوقتي بقول لكم شكرا. وبرده عايز اقول لكم شكرا على وصولكم لحد نهايه الفيديو. انا بنزل فيديو جديد هنا في القناه كل يوم سبت، فتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه. وبعد ما تشتركوا في القناه كده اهو في زرار الجرس كده اهو النوتيفيكيشن، تمام، تاكدوا ان انتم ضاغطين عليه. ليه؟ علشان اول لما ينزل فيديو جديد كل يوم سبت الفيديو ده يوصل لكم على طول وتتفرجوا عليه. ومره ثانيه شكرا على متابعتكم وعلى اشتراككم. لو عايزين تشوفوا الفيديو اللي انا نزلته الاسبوع اللي فات ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود فوق هنا، ولو عايزين تشوفوا فيديو عشوائي من اختيار اليوتيوب ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود تحت. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.